أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة، يقول المرسلة أم عبد العزيز: ما حكم إخراج زكاة الفطر عن كل فرد 10 ريالات ونقوم بإعطائها نقدا لليتامى والمساكين وليس طعاما؟ هذا لا يجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام وبين مقداره وهو الصاع كل فرد، والدراهم كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراج النقود، إنما أمر بإخراج الطعام صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، حددها صلى الله عليه وسلم وجعلها في أنواع من الأطعمة. ألا يجوز العدول عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره وجعلها دراهم أو بالقيمة؟ وإن قال بذلك من قال به من أهل العلم فهو خطأ، لأنه لا اجتهاد مع النص. نعم.